القوة الخفية والذراع التي لو تمكنت منها دولة ما لبات العالم بيدها. الألياف الضوئية وعصب الاتصالات، غالبية شبكاتها تقع في مجال الشرق الأوسط وأهم نقاطها في دول عربية منها مصر. ويبقى السؤال الأهم، هل يمكن الوصول إلى هذه الشبكة؟ وهل يمكن بذلك قطع الاتصالات على العالم؟ ما صحة بداية انقطاع الاتصالات عن بلدان إفريقيا؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. عانت بعض الدول الإفريقية في الأيام القليلة الفارطة من انقطاع متواصل للإنترنت، حيث تأثرت بذلك ليبيريا وبنين وبوركينا فاسو، وهو ما أكدته سيكوم شركة تشغيل الكابلات البحرية الإفريقية. بينما قالت شركة كلاود فلير المهتمة بمراقبة هذا المجال إن الاضطرابات مستمرة في غامبيا وغينيا والنيجر وغيرها، ما أشعل الشكوك حول تصريحها التي قالت فيه إن هناك نمطا معينا في توقيت الأعطال بالكابلات التي تؤثر على إفريقيا من شمالها إلى جنوبها، مما أثار التساؤلات من جديد حول مدى إمكانية الوصول إلى شبكة الكابلات وقطعها. ولكن قبل الإجابة لنتعرف على هذه الشبكة. شبكة الكابلات البحرية. الكابلات الضوئية هي عبارة عن أسلاك رفيعة مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك، تستخدم لنقل البيانات على شكل إشارات ضوئية بدلا من الإشارات الكهربائية كما هو الحال في الكابلات النحاسية التقليدية. تتميز الكابلات الضوئية بقدرتها على نقل البيانات بسرعة، أي أسرع بكثير من الكابلات النحاسية. كما يمكن للكابلات الضوئية نقل كميات هائلة من البيانات دفعة واحدة، مما يجعلها مثالية لتطبيقات مثل الإنترنت عالي السرعة. من جهة أخرى، يصعب اختراق الكابلات الضوئية مقارنة بالكابلات النحاسية، مما يجعلها خياراً أكثر أماناً لنقل البيانات الحساسة. تستخدم الكابلات الضوئية على نطاق واسع في شبكات الإنترنت لتوفير اتصال سريع ومن أجل انتقال البيانات والمعلومات، فبالضرورة يجب توفر بنية تحتية فعالة لتوصيلها. وهنا يأتي دور كابلات الألياف البحرية التي تعد أحد أهم مكوناتها الأساسية. شبكة الكابلات بالمنطقة العربية. تتدفق البيانات والاتصالات عبر مياه منطقة الشرق الأوسط وكذلك شمال إفريقيا لتحمل مليارات البيانات في كل ثانية، وكل نقطة تعتبر موقع هبوط، حيث تتصل الكابلات بدولة وتربطها وأفرادها بالشبكة العالمية الأوسع. وتعد مصر مركزا للاتصال العالمي بشبكة الإنترنت، مع الكثير من الكابلات التي تربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط وكذلك الساحل الشرقي لإفريقيا. وتعبر الكابلات البلاد من البحر الأبيض المتوسط ثم تجري جنوبا على البحر الأحمر، حيث نجد نقاط هبوط في السودان والسعودية واليمن، وهو ما يجعل لديها 10 محطات هبوط للكابلات بالساحل وكذلك 15 كابلا تعبر أراضيها. من جهة أخرى، تنتشر على الساحل الليبي 14 نقطة إنزال بعد افتتاح الكابل الرئيسي أو شبكة الألياف البصرية الليبية في عام 1999 ليمتد من زوارة حتى درنا. كما يربط نظام كابلات طبرق عماد بين القوافل قريبة من الحدود المصرية وبقية الشبكة. أما أوسع رابط رئيسي لليبيا بالبنية التحتية العالمية هو الذي يمر من طرابلس، وهي جزء من شبكة بوابة الهند الأوروبية. بالنسبة لفرنسا والجزائر فترتبطان بالعديد من الكابلات، أهمها الكابل الذي يربط نقاط الهبوط في مرسيليا بالنقاط الواقعة بساحل العاصمة الجزائر ووهران وعنابة. ولكن إن كنت تتساءل عن أطول كابل في العالم، فهو ذاك الذي يزيد طوله عن 39 ألف كيلومتر ويمر عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا ليربط شمال غرب أوروبا باستراليا وكوريا الجنوبية. وتعود ملكيته لتحالف دولي يضم أكثر من 50 شركة اتصالات. أما المناطق التي لا تمتلك نقاط وصول وبالتالي صعوبة الوصول السريع إلى الإنترنت فهي غزة، حيث إن أقرب نقطة هبوط تقع في أعلى الساحل في مدينتي تل أبيب وحيفا. تاريخ الكابلات الضوئية.
بدأت فكرة نقل الإشارات الضوئية تحت الماء في فترة الستينيات والسبعينيات، ولكن أول مشروع تم تنفيذه في سنة 1988، وكان هذا المشروع هو كابل الاتصالات الثامن الذي يمر عبر المحيط الأطلسي، وأول كابل ألياف ضوئية عبر المحيط الأطلسي يربط بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ويمثل خطوة هامة في تطوير الاتصالات البحرية. ومن وقتها أنشئت الكثير من الكابلات البحرية التي تربط القارات والدول المختلفة، وبلغ طولها الإجمالي إلى الآن 1,400,000 كيلومتر. وتطورت كابلات الألياف الضوئية البحرية بشكل كبير منذ بداية استخدامها، وأصبحت أكثر قدرة وموثوقية، كما ازداد توسع الشبكة لتشمل معظم مناطق العالم، وازداد عدد الكابلات لتلبية الطلب المتزايد على نقل البيانات، كما زادت سعة هذه الكابلات بشكل كبير. ويتمتع كابل ماريا، وهو مشروع مشترك بين مايكروسوفت وفيسبوك وتيليكيسيوس، بقدرة تصل إلى 200 تيرابايت في الثانية. يربط هذا الخط بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وتحديداً من ولاية فيرجينيا الأمريكية إلى مدينة بيلباو الإسبانية. تبلغ سرعته ما يعادل 16 مليون مرة من سرعة الإنترنت المنزلي المتوسط، ويتميز بمقاومته للتداخلات الكهرومغناطيسية والكوارث الطبيعية، مما يجعله اتصالاً موثوقاً به للغاية. يلعب كابل ماريا دوراً هاماً في توفير الإنترنت للمستخدمين في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويساهم في تحسين البنية التحتية للاتصالات العالمية وتعزيز التعاون بين القارتين، كما يعد مصدراً هاماً للدخل لشركات الاتصالات التي تمتلكه وتشغله. هل يمكن استهداف الكابلات؟ في الآونة الأخيرة تداول العالم هذا السؤال مع تزايد التوترات بالبحر الأحمر خاصة، ومشاكل طفيفة طالت بعض مواقع التواصل، ولكن الإجابة اختصرها خبراء التكنولوجيا كما يلي: من الصعب استهداف شبكة الكابلات بعمل تخريبي مقصود، وذلك لعدة أسباب، أهمها هو امتدادها على عمق آلاف الأمتار تحت مستوى سطح البحر. وكذلك مثل هذه الخطوة تتطلب تكنولوجيا متقدمة، وكذلك أسلحة وتدريبات عسكرية. ولكن ماذا عن قوة الطبيعة؟ هل يمكن أن تهدد الشبكة؟ تواجه كابلات الألياف الضوئية البحرية بعض التحديات مثل الأعطال والأضرار والمخاطر البيئية، وقد تقع بعض الأعطال بسبب العوامل الطبيعية أو بسبب العوامل البشرية مثل التنقيب عن النفط. وعند وقوع عطل في كابل الألياف الضوئية من المحتمل طبعا أن ينقطع الاتصال بين الدول، وقد تقع الأضرار بسبب التآكل أو حتى بسبب الاصطدام مع السفن، كما وتتعرض الكابلات للمخاطر البيئية مثل التلوث البيئي أو التأثيرات الكيميائية. ونشير إلى أن كلفة هذه الكابلات تعد مسألة معقدة وتتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك كلفة الإنشاء والنقل والتوصيل والتشغيل والصيانة والأمان والحماية. وتختلف التكاليف بحسب طول الكابل وسعة البيانات التي يتم توفيرها، والتي تراوح بشكل عام حول حدود 50,000 دولار لكل كيلومتر. ويتوقع الخبراء أن تستمر الكابلات البحرية في التطور في السنوات القادمة، مع التركيز على التطورات في مجالات زيادة السرعة وتحسين الأداء وخفض التكاليف. تلعب كابلات الألياف الضوئية البحرية دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، حيث توفر اتصالات عالية السرعة بين القارات، ومن المؤكد أن يستمر تطور هذه الكابلات من أجل مواكبة النمو المستمر في حركة مرور البيانات عبر الإنترنت.